تعالي يا أمل، تعالي ما تخافيش. اسمك أمل مش كده؟ خدمتك يا ست الهاني. حلو اسم أمل. البتاع ده يا معلم جامد جدي. اسمه ايه ده؟ ادرس قال لي ان اسمه تين تشوكي. تين تين، استنى استنى، احنا كنا حاجه نفس الفصيله بس كان اسمه تين بيومي، تين بسيوني. اسمه تين بشرومي. اكزاكتلي بشرومي. الفصيله دي كلها حلوه باين عليها، بس عارف ده طعمه احلى بالرغم ان في حصى بيخش في السنان زي الجوافه، بس ربنا ما بيديش كل حاجه. بقول لك ايه، هات هات الريموت من عند رجليك. ايه انت هتستعبط؟ انت سمعتني كويس، هات الريموت من عند رجليك. جوني انا مش قادر. انت بقيت ليزي كده ازاي يا ابني؟ انت لو اتشقلبت هجيبه ده عند رجلك اهو اهو. طب خلاص ما دام الموضوع سهل كده اتفضل انت قوم هاته. تعالي معايا. طب بص، سي ان في ناموس ورطتك في رجلك، هتروح تهرش بدل ما تهرش هات الريموت. جوني انا تعبان. اشلي اشلي ايبود وسماعات. طب توماس توماس اخر حاجه ممكن لو سمحت بس تديني المخده اللي عند رجلك برضو علشان ارميها على اشلي فتجيب لي الريموت فاقدر اغير. جوني فكك مني، انا عايز استريح. ده انت الشاب تقيل. استريحت؟ انا مش اي انا مش انا الفيلم ده عجبني، انت مش عاجبك قوم انت بقى هات الريموت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ماما مسافره الصين عندها ميتنج هناك. طب وايه المشكله؟ ما تخلي الست تفرفش، يعني تجيب موبايل تقليد، حاجات مضروبه، ولاعات. مش دي المشكله اصلا، المشكله في سوق. سوق اختكم مالها؟ مش هينفع تسافر معاها طبعا، وهتجيبها على هنا. ايه ايه ده بجد؟ دي سوق جايه على هنا؟ ايه القرف ده؟ ايه على هنا فين يا جماعه؟ ما تخلوها تتنقل تقعد عند اي حد من قرايبكم في امريكا. مش هينفع يا جوني، انا خالتي بتطلق ومرات عمي بتولد والولد عنده مشاكل في ايديه على فكره اصلا مام حجزت لها وجايه كده كده. او ماي جاد. بصراحه يا جماعه انتوا يعني بسخافتكم وتقولكم ده ما تجوش حاجه فيها، دي تقيله جدي. هتتنقل تقعد هنا قد ايه؟ 2 ويكس. وجايه امتى؟ بعد بكره الساعه 10 الصبح. ده هيبقوا اسبوعين يعني. بقولك يا معلم ازحني الاسبوعين دول شغل، شقيني 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 طين يا معلم، رايح جاي بيه، عايز اجي تعبان انام على طول ما تخافش. اوكي اوكي. هات الريموت بقى عشان نغير القناه. لما يكون عندكم فراخ ملوخيه نجي. فزاع انت يا ده، فزاع راح فين الواد ده؟ اصل فزاع يا كبير راح مع توماس واشلي المحطه عشان يستلقوا اختهم الصغيره. كان بيت ابوهم يعزموا فيه الناس وياخذوا فزيعة معاهم كمان. معلش يا كبير، دي ضيفه بردك واكرام الضيف واجب. على قولتك ليها عندنا ايه غير ماكلتها ونومتها؟ يلا كلها يومين وتمشي. تعالي استنى بين انهم جوا هم. تعالي يا سو ادخلي. تفضلي يا حبيبتي. ايه المكان المقرف اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ وبعدين الشنط بتاعتي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ انت يا بني ادم. ايوه. ايه ساعة قبل ما تجيب الشنط من العربية؟ معلش اصل كانت تقيلة قوي وكنت يعني بريح ضهري حبتين. طب مشغلينك عندهم ليه ما دام انت تعبان ومش قادر كده؟ الله يسامحك، امر الله. ايه الهمجية دي؟ الشنطة فيها حاجات ممكن تتكسر، يعني انت مش المفروض ترميها بالغباء ده، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش حاجة يا سو. يلا يا فزاع امشي انت. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ حد وجه لك كلام؟ انت غريب قوي. وبعدين يمشي كده ويروح على فين؟ ايه انا هطلع الشنط دي لوحدي؟ يلا طلع الشنط على اوضتي ولا تعبان؟ معلش يا فزاع، اصل سو اختي نرفوزة شوية. لا مفيش مشكلة، حصل خير عندنا زي كده. يلا انتوا هترخوا، طلع الحاجة على اوضتي. اوضتك دي اللي هي فيها. طلع الحاجة على أوضتي أنا يا فزاع. أمريكا ست أشهر. وأنتِ هتنامي فين؟ يعني هنام فين يعني يا سو؟ أشلي. معاك في الأوضة طبعًا. معايا في الأوضة إزاي؟ ما أنتِ عارفة إن أنا ما بحبش حد ينام معايا في أوضة واحدة. حد مين يا حبيبتي؟ دي أختك، وبعدين دي أوضتها شرحة وبرحة وترد الروح.
ايه دي؟ دي هدية مراد اخو جوني. وات ايفر، المهم انت دلوقتي هتنامي فين؟ يا سوري حبيبتي كده مفيش حتة انام فيها. مش مشكلتي، دي مشكلتك انت، اتصرفي، نامي في اي حتة تانية، ما انت عارفة اللي انا جاية. انت عارف اوضتها فين؟ عارف. طب يلا تعالى ورايا. امر طفولتك. ايه البت اللي معجربة دي؟ لا ريلي في حاجه غلط يا معلم، في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره، انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه اعرف، بليز بلاش الفاظ، بلاش. انا عارف انك عيان خلاص، وانا زيك برضو. واشلي كمان من ساعة ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي يا اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا انا شاكك في التين التشوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ اكيد. او ماي جاد، خير يا دكتور؟ طمني. عندهم حساسية مفرطة من التين الشوكي، وللأسف الحساسية دي معدية جدا. يتعزلوا الثلاثة في أوضة ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقة 3 مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. والسقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسق لهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. خد تعالى يا دكتور. أيوه. أنت زعلان مني بحاجة؟ يعني شايل مني مسود من جوا بحاجة؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان أنا الكبيرة ممكن أتويك هنا، قول. لا هو أنا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، أصر إني أخش المعهد. معهد إيدي اللي هيطلع دكاترة؟ مين ده؟ ها الدكتور قال لك ايه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي خليهم الثلاثه يناموا في اوضه جوني. ماشي. طب انا هنام فين دلوقتي؟ مش احنا قلنا يا حبيبتي انك هتنامي في اوضه اختك اشلي؟ تيوبيت، ما هي دلوقتي اكيد مليانه فيروس وانا كده ممكن اتعدي. ايوه صح، البنت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحايه هنا. بيقول الظريف ده. بعدين ما وجهتلكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بنت دي، البيت ده كله تكوم وانا كوم تاني، حسك عينك تكلميني بده مره تانية. خلاص يا كبير، دي ضيفه برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا اوضه تانية ان شاء الله. اوضه ايه دي؟ اوضه الكبير قوي. بتقول ايه يا بقره انت؟ هو اي حد معدي ينام في اوضه كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيله ما هتستحملش تنام على الكنبه. تستحمل ولا ما تستحملش، ان شاء الله تنام في اي داهيه. مين دي اللي تنام في اي داهيه؟ انا ما بوجه لكيش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير دي عيلة صغيرة. دي عيلة صغيرة دي ولية مسخوطة. طب عشان خاطري يا كبير. لا. طب ورحمة أبوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي أنت عايزاه يا هدي. نظراتها مريبة البت دي. شفت يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده أوضة الكبير قوي دي، أحلى أوضة عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، أوضة شرحة. خلاص ما ترغيش، فين الأوضة دي؟ الأوضة اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى انقلي الحاجة بتاعتي من الأوضة دي للأوضة دي. ماشي؟ يا جبروتك. استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هدية. بص لك زهليها بتتي. أنا حرة أبص في الحتة اللي أنا عايزاها. أدي الفطور كله أها. عاملة لك فطور النمايه ملوكي. تعالي يا حلوة هنا اقعدي جنب عمك الكبير. أوف إيه الريحة دي؟ أنتوا هتأكلوني إيه؟ تلقاها بس المفتقة، أصل الحلبة بتاعتها زيادة شوية والباقي زي ما أنت شايفة. مش
فول، عسل بالطحينة، بيض عيون مفقعة، بيض مكحرة. لا 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 لا، أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أنت بتقوليها دي خالص. أنا هاكل من القرف ده. قرف إيه يا مفعوصة أنت؟ إحنا بناكل أكل بهايم ولا إيه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، أنا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي، أجيب لك جبنة بيضة؟ ممكن. طيب هروح أجيب لك رغيف عيش وحتة جبنة بيضة من الصفيحة. صفيحة إيه يا هدية؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنة من غير ما تحكي لي أي تفاصيل. من عينيا، وبالمرة طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الأوضة لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش، هحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيرة دي؟ انتوا ما بتقوليش كده، اكسر الطبق على نفوخك. طب اكسره كده على نفوخي وانا احبسك. يا بنتي جبت القدرة دي منين؟ أنا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده. مش بعيد يكون كان في يوم من الأيام تحت لسان أشرف ولا فزاع. ياو. طب أقول لك إيه، حطه أنت تحت لسانك عشان أنا بقرف، وأي درجة حرارة هتطلع أنا راضي بيها، ما أنا زي زيك. إيه يا جوني ده، أنت بتجرف فيا. يا توماس يعني أنت هيجرى لك إيه؟ ما أنت عيان خالص وبتموت أهو. لا يا عم، مش عايز. يا سي جوني. الوكلة ها على الباب، حد يجي ياخده. مرسي يا هدية، مرسي. بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس توماس توماس، بليز بليز، قوم قوم قوم، هز طولك، قوم يلا، قوم هات الأكل من ورا الباب. أنا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني أنا لسه سليم يعني يا جوني؟ ما أنا كمان الحمى هداني. أقول لك، قولي لأشلي. أشلي أشلي، ما تستعبطيش، أنت صاحية. إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ ما هو باين 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 عليكي، فيك قوي يعني. ما حدش بينام بيبقى نفسه وعمل كده ولا وشه وعمل كده. يا جوني أنا مش قادرة أرفع إيدي، هقوم إزاي يعني من على الكنبة؟ خلاص خلاص، موت من الجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس. إيه؟ هات الريموت. هو ايه؟ هات وخلاص. يا هدية يا هدية، ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هدية؟ ايوه يا حبيبتي، في حاجة؟ الأوضة دي ما اتنضفتش ليه؟ وشنطة الهدوم بتاعتي ما حدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر، أنا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والأوضة دي هتنضف إمتى بقى؟ بكرة الصبح إن شاء الله لما تاجي أم بعبيكة هخليها تعمل لك أوضتك أول أوضة. إيه؟ وأنا هفضل في القرف ده لحد بكرة الصبح؟ قرف؟ طب أعمل لك إيه طيب؟ نضفيها أنتِ. إيه؟ إيه، أنا قلت حاجة غريبة ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أقفي عوج واتكلمي عدل، أنا هنا ست الدار وأنتِ هنا ضيفة، والضيف عندينا ملهوش غير الأدب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبة؟ ايوه طبعا، قليلة الادب والرباية كمان. انا قليلة الادب يا جهلة يا متخلفة. انا جهلة ومتخلفة؟ ايوه انت جهلة ومتخلفة وقارة كمان. توماس توماس توماس، ايه يا عم انت، في ايه في ايه؟ دي خناقة تحت ولا دي هلوسات حمى؟ هي كده تقريبا. هي ايه، هلوسات ولا خناقة؟ خناقة يا جوني، خناقة. ليه يعني؟ مين انت بتسوق؟ توماس توماس يا جوني، انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقة دي. طب ما تقوم انت، وكل ما اقول لك حاجه تقول لي قوم انت. طب ما انا تعبان يا جوني. دي مين تاني؟ دي مين تاني؟ دي مين تاني؟ عليا ولا تقولي لي بقره؟ الكبير بس هو اللي يقول لي بقره، سمعاني ولا مش سمعاني؟ لا انت بقره. أشلي أشلي، جوني مش قايمه. انت عارفه انا كنت هكلمك في ايه اصلا؟ انا كنت هطمن عليك. انت جوز كلاب. توماس توماس توماس، ايه؟ قوم هات الأشلي. يا بت ده انت قد كده، ده انا لو سفخت الكف هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده، انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايا انت. احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزاكي تطلبي لي البوليس والناين وان وان كمان، عشان يجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع باسناني حته حته. ويكون في معلومك، اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا، احنا هنا هنعرف ونربوك صح. تعالى يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا سمكيه. يا شيخ خضتني يا شيخ. كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بح يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري في بواقي الوكل يمكن تلقي حاجه تاكليها. ما اعرفش حضرتك بتروح فين. انت يا بابا انت خلي بالك انا واقفه هنا. ترجع منين؟ هديه فين الجبنه اللي انت جبتي لي منها امبارح؟ في الصفيحه. طب ممكن تدخلي تجيبي لي منها حته او عيش؟ الصفيحه عندك هناك في المطبخ، لو جعانه خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعده عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكره انا اقدر اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه. يا واد يا اندبندنت. يا لهوي بالي، تسلم يدك يا هديه. ده انا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير، مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي واكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانيين بس هنرمي الباقي. معلش يا كبير، كله من فضلة خيرك. عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني؟ هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير. جعانه قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عن طوز ومن خير على الفوق، احسن عشان تتربى. هدية. هدية انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جات امبارح. طب ليه ما قلتلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟ مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجي لنا من اخر الدنيا وبعدين معاهاش مبير. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليك خير. اول الاسبوع الجاي؟ والأوضة بتاعتي هتفضل كزرة كده لحد الأسبوع الجاي. هنعملوا إيه يعني؟ أدي الله وأدي حكمته. أنا هنظف الأوضة بنفسي. إيه تاني؟ أنا هحتاج شوية حاجات عشان أنظف الأوضة. هتحتاجي إيه يعني؟ منفضة ريش ومكنسة كهربا وديتول وزعافة. من عيني، وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيها، ودي تمسحي بيها، ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقي كنسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ مسحت وكنست ولا مو بعبيك الشغال. احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير، البت صعبت علي قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت
عايزه اضرب البلغ على نفوخها عشان تنعدل وتبقى عاديه. ووه دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهارده يجي 3 ساعات. احسن بردك الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ميه انا سو. نعم. اصل النور اتقطع وانا بخاف انام لوحدي في الضلمه. يا حبيبتي طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير انت؟ يا كبير البت خايفه تنام وسطينا. معلش لو سمحت وهوعدك اول ما النور ما يجي هروح على اوضتي على طول. ماشي خش. أنا هنا بدياركم هنا على الكنبة. هدية هو بيشخر. واه بت اتخمدي عاد اتخمدي. لا ريلي ثانك جاد ان احنا خفينا. انا كنت فاكر ان هفضل طول عمري محبوس في الاوضه دي. يا جماعه انا جعان قوي انا عايز اكل دلوقتي حالا. وانا كمان هموت واكل. هاي شطوره. يا الف حمد لله على السلامه. يا الف حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه يا سي جوني. حمد لله على السلامه يا سي توماس. حمد لله على السلامه يا اختي يا حبيبتي. مش سيء. لا بقى ده احنا النهارده نطبخ لكم حاجه ترموا بيها عضمكم. انت يا نعناعه انت يا بنت. ايوه يا ابله هديه جايه اهو. تعالي هنا. سو كيوت. اشوفك بعافيه. سو كيوت. هي مين دي؟ مش عارف بس شبهك قوي. شبه انا؟ بلوندايه. غريبه يا جماعه دي عارفه اسمينا كويس. انت عبيط يا ابني؟ انا العمده يعني اشهر واحد في المنطقه دي كلها وانتوا كده كده ماشيين في ديلي فاتشهرتوا. anyway فين سو؟ سو؟ شوف يا سي جوني هتسمع خبر جميل بعد نقطتين. يا اما يمين يا اما شهرين يا اما سنتين يا اما قرنين. ايه المده المطاطيه دي كلها؟ ما اكيد هتلاقي اسمع خبر في الوقت ده كله. قارئه المج انجزي. انا بقالي ساعه شربت 5 فناجين قهوه. انا ما بشربش بن من اساسه بيجيب هالات تحت العين وانا بشرتي دهنيه. كل حاجه باينه في الفنجان. ها خلاص. ايه الفنجان بيقول انك جاي من سكه سفر بعيده. Let me guess. امريكا مثلا. انا موهوم جدي. وبيقول كمان انك مسافر لحد من لحمك ودمك ولا عمرك شفته ولا عمره شافك. او ماي جاد. بصي انا ايدي بتعمل ازاي. يا ساتر يا رب. خير. الفنجان بيقول ان في حد هيجي يطلب منك طلب ولو ما نفذتهوش هتقع في مصيبه كبيره. انسي الموبايل مش هديهولك كهديه. ليه يا جون انت هتستخسره فيها يعني؟ سيس قوي يعني دخلتي لي بالحنجل والمنجل وال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الكبير هنا؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومقفر ليه كده؟ انا واقع في مصيبه ومحدش هيعرف يحلها الا انت وعيشوني بيه. مصيبه ايه يا دي يا فزاع؟ الواد فهيم اخويا الله يجازيه. الواد باقي له 6 سنين قاعد في جنه خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك. قال لي روح اخطبها له. قابلنا ابوها وابوها ده ايه؟ ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا دبوي ايه الناس دي مش من توبنا. قال لي ما عجبوش الكلام اصله وعليك منه هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري. خلصت الهري. عايز فلوس؟ لا لا فلوس ايه خيركم سابق. فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانيه خالص يا جوني بيه. المشكله ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له كيف ما الواد طلب يعني لقيته يعرفني ليهم على ان انا عمده المزاريطه. ولا فهيم ده الله يجزيه فشر فشر ومعار معر
الكذب ده في دمه، فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا سايبه، ومشيت الليله عملت العمده وقرينا الفاتحه والامور كانت ماشيه اخر حلاوه، لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم أن يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو راجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب وايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. هما انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك هنا في البلد؟ انت حد مفقوس موت اللي مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزمه العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعملها غدا وحلوه بيديها كده. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه. مان الهزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجة زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير أول النهار وما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجودة هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، أنا تأكدت إن الكبير عنديه بكرة شغل ياما، شغل كتير وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جنبي، الله يفتحها عليك يا ست الناس، ربنا يهديك، ربنا يفتح. يا ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي انتحلها، انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا، انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقولوا الراجل كل حاجه، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجه ثانيه كمان قبل جناب، لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها مفيش. دي اول واخر مره قلت ايه يا ست الناس؟ موافقه وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديك، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه. الله طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم يعني يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا متنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. مع الف سلامه يا كبير، تروح وتاجي بالسلامه. الله يسلمك، ما عرفتش حد من برا وانا جاي. اعوز سلامتك يا اخوي. انا رايح المركز اجيب لك معي لوليته. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو انت حتاجي ميت ان شاء الله يا كبير؟ لا انا هتاخر شوي، هطلع البنك الاول اجيب فلوس بعدين اطلع الحاج عوض اخلص معاه في موضوع طرمبات الميه دي. وليه المشوره يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الراجل كبير ومشاغله كثيره، وبعدين انت مالك من اساسه؟ ايه الرد الفارغ ده؟ كل ما اقولها كلمه ترد. ما تاجي يا حبيب، تعال في باطي، تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خد لك حنان. لا 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 عفوا بلا ما اخذ يا كبير، العربيه جنابك جد مره. اسمع ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجه 7 متر بيني وبينك. امر جنابك. لك كهيتي توقف. امر جنابك. مع الف سلامه يا كبير. طريق السلامه يا كبير. ودي يا فزاع، الناس هتهاجمت. الناس على وصول يا ست الناس، الولد فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم في اول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كلي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبره جنابك؟ العبايه الصوف الكحليه الثقيله اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. ها خبره. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت يا فزاع، عاوزني اجيب لك عبايه الكبير؟ معلش يا ست الناس الله يرضى عليك، عشان نسبق الحكايه صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا فزاع لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، دي في علي. طب اتجرأ قوام شوف الناس هتهاجمتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعالى يا رباب خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ عين عليكم برده. اه الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت العب في الجنينه دي انا وابوي العمد الله يرحمه. الله يرحمه. الجنينه دي؟ ايوه الجنينه دي انا وهو واخوي فزاع
فزاع. الحمد لله على السلامة. فزاع. كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. توحشتنا يا اخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرة البركة. الحمد لله على السلامة. كيفك؟ اهلا ومرحبا عروستنا الحلوة. اتفضل يا فهيم اتفضل ريحوا من مشوار جوا في الدوار. التمثال دي. ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي؟ لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان وكنا نمسك انا وانت وعيال الكفر ونلعب بيه كهرباء وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيده وبارك. ايوه طبعا وماليه. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر ايه؟ فاكر لما رحت اشتريت المصفى وابوك لقاها مخرمه قال لك رجاهي؟ ايوه طبعا وهنستعملوها كيف؟ اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فاكرش حاجه. اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور بعيد عليك قبل زهيمه البدري. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا عروسه. يلا يا رباب يلا تعال خش اسند عليكي بدل ما ينسانا. اتفضل يا باشا اتفضلوا. اقول لك ايه؟ استهدى بالله وحب على يدك. اهدى شويه بيقول لك هتوديني في داهيه. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد. ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه؟ مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده؟ ايه ده؟ وانتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب. ده هيبقى جوني بي. شريكو. شريكو؟ لواء متقاعد. لواء متقاعد نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جات لها شظيه سريعه الطلقات من ايام كنت في حرب الاستنزاف في سيناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل. ايوه يعني ايه نوعيته؟ بزنس. ايوه فعلا. دول بيناتهم شغل كتير قوي. يعني عندك مثلا ملاهي المزرية الجديده. ملاهي دي حتكون ملاهي على غرار ملاهي ديزني لاند بتاعت امريكا. بس حيزودوا عليها لعبه المنخ الودوده بتاع السندباد. جابها ازاي دي؟ خياله محترف. اهلا وسهلا. طب بيد الاموره دي؟ انا قريبته. ايوه ديت بقى ست الناس. ست هديه خالتي. خالتك؟ ايوه. بس انت مش ملاحظ عمده انها صغيره عليك حبتين؟ ما هو اصلها يعني. لا لا اصلا جدي وجدتي قعدوا 25 سنه ما بيخلفوش بعد ما جابهم بالحاجه. وبعدين جت خالتي هديه بعد كده. بشار محترف. انا عيطت. اهلا 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 وسهلا ست هديه. يا ست هانم لا مؤاخذه دي على قد المقام مش قد المقام. ولزمه ايه التعب ده؟ ايه يا مش طايله معلش الشظجه مسمعها. اهلا بيكم وبعرصتنا الحلوه. ما تتفضلوا يا جماعه تقعدوا متريحوا كده. يقعدوا فين؟ ده الوقت جاهز. هم بس يخشوا يغسلوا وشهم كده ويتفضلوا على السفره عشان اليوم يعدي خفيف خفيف. ايوه قصدي يعني ناكلوا لقمه خفيفه كده. اتفضلوا يا جماعه البيت بيتنا. اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. نايس موف مان. دي راسه؟ لا شظيه دخلت في كعب رجلي مش عاوزه تطلع. هتطلع هتطلع. بسلامه بسلامه نظيم باشا. اتفضل اتفضل. منور. ابوس ايدك. لازم اتصور معاه. ده شبهه بالملي. مين؟ روبن ويليامز. اتفضل يا جماعه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الاكل الخفيف يا ستي هديه. ده ما شاء الله الاكل كتير وزي الفل. بس انا مش هقدر اكل الاكل ده كله. أنا أصلي بصراحة من ساعة ما جات لي الشظجة في البريء في حرب 73 وهي مقصرة في حبتين. معلش كل على قد ما تقدر. يلا يا جماعة مد يدكم ما تتكسفوش. لا تكسفوا كيف؟ ده البيت بيتهم. مد يدك يا عروسة. خذها. هو أنت ما بترديش ليه يا حبيبتي؟ هي بنتك ما بتتكلمش ليه يا نظيم باشا؟ هي واخدة شظجة في ال ما تاكلوا يا جماعه ولا الواكل ما عجبكمش ولا ايه؟ لا ما عجبناش ايه؟ ده ما شاء الله زي الفل وريحته مفحفحه. الا مين اللي طبخ؟ خالتي هديه. خالتك؟ يا سلام يا سلام الريحه جميله جدا. انت ليكي نفس في الطبيخ هايل. بالهنا والشفه. ده مش مقامكم ده. والله كنا ذبحنا لكم عجل. ربنا يخليك ويسعدك. ايه 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 ايه
أنا آسف يا جماعة، آسف يا دكتور إبدي، لو سمحت هات لي المعلقة اللي وقعت. أنا أصلي من ساعة حرب الخليج كانت جات لي شظة في الحوض مقصرة فيا حبتين. يا ساعة قد إيه؟ الراجل المشخرم ده كله شظايا، أعمل له إيه طيب؟ هاتوا له مغناطيس يشفط الشظايا دي، خلصوه من آلامه يا أخي. هدي سلامتك يا أخي الكبير الكبير. شوف عايز إيه؟ ما تطلع له أنت يا أخوي. مش انت اللي قعدت تقول لي مالكش صالح بالكبير ومصاريه ومتركيه؟ اطلع له انت تصرف معاه. عد يا بنتي هديه. اهو قال لي هديه، ما قالش يا جوني، قال لي يا جوني ما قالش. انا ما ينفعش اقوم، في رجاله هذا لازم اقعد معاهم. يلا قوم انت يا بنت. ست هديه، يبدو ان في حد نابع صوته وبيندهلك، ويبدو ايضا ان هو عارف سيادتك قوي قوي، عشان كده بيند عليك ويقول لك يا بنتي هديه يا بنتي هديه. لا هو مش يبدو خالص، هو واضح موت، وكلنا واخدين بالنا ان في حد بيندهلها. قومي يا هديه شوفي الكبير عايز. ايوه انا جايه، ها جايه، استرها يا رب. يبدو ان احنا نروح في 60 داهيه. ايوه يا كبير. اديني ساعة عم بندح عليكي، خفي انا فين يا بنت؟ انا جيت اهو. ايه اللي جابك بدري كده يا كبير؟ خلصت مشوار البنك وجبت لك الليلة اللي انت عايزاها، لقيت نفسي مفرهد، قلت ارجع الدوار. بيني وبينك عملت بنصيحتك، كلمت الحاج عوض قلت له ياجي هو على الدوار، طلع بالصدفة جاي المزاريطة. تاكلوا يا جماعة، دق دق من الطبق. ايه الصوت ده؟ في حد جوا في السفرة؟ اصلي مالك يا بنت مش على بعضك؟ شوف يا كبير انا هعترف لك على كل حاجه. اكسكيوز مي، ممكن بعد اذنك بس اخد صوره مع حضرتك يعني قبل ما اتفتح؟ اصل شبهه بالظبط. شبه مين؟ مدرس كان بيديني كيمستري في الهاي سكول. بتقولي ايه؟ او ماي جاد، فضحني خلاص. طيب هروح اهدم بقى عشان اللقمه تقيله. هوب لا لا كمل كمل انت نظيم بيها، ما تاخذنيش يعني ما تنخلاش. ده سلوى بلدهم هيعمل رياضة في وسط الوكل دي. أفس رايح فين بس يا كبير؟ رايح أطرد الناس اللي جوا دي واضرب فزيع واخوه من جزمة. أحب على يدك يا كبير، بلاش فضايح، خلي اليوم ده يعدي على خير. خير؟ ده أنا حطين عشتهم، حد قالهم يتفشخروا ويقول إن هم العمدة واخوه، وانت كيف توافقي على حاجه كيف كده؟ والله دهجوني. حرام يا كبير، الواد فزع ده برضك واحد منينا، وانت ما ترضى لهوش الحبس والمرمطه، وهو وعدني انه هيقول الحقيقه بعد ما اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. برضك من سبب يا هديه، من سبب. معلش يا كبير، عشان خاطري، دول هم ساعتين زمن وهيتكلوا على الله، وبعديها ابقى اعمل في فزع اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى توصلخه. ماشي ماشي يا فزع الكلب. رايح فين؟ رايح اعمل الواجب، ابارك للعمده ونسايبه. يا مري كيفك يا عمده؟ كيفك يا فهير؟ بالباط يا عمده. يا ابن جهنمك، لابس عبايتي يا حلوف بعد ما المول الده يطفط حقرمش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيم. الله يبارك فيك يا عم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفني على نسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم ابو العروسه، وديك بنت رباب العروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا، رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هديه. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزع وفهم يقول ولد اختي. شوف ازاي. لعلمك فزع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير، عايز اقول لك ان تحت العبايه المعتبره دي كفوله. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لي دول وكم باط، بس بصراحه انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظيه داخلين في جسمي مختلفه الاحكام، وده لان اللي قدامك ده
بطل من أبطال حروب مصر السبعة، ابتداءً من حرب 56 ومروراً بحرب 73 والاستنزاف، وانتهاءً بحرب الخليج، تغيير لمؤاخذة في الكلمة، حبة مقاومة كده في أفغانستان. طب وعدم المؤاخذة يعني هي كل الشظايا دي في حتة واحدة؟ لا، متنطورين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافيك. وبتشوف المؤمن مصاب في الأول وفي الآخر. والله وبجد جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ معهد معهد ايه معهد ايه؟ اصله ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقت ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله، فهيم سرنجه بقي دكتور سرنجه. قصه طويله، وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثه، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل الامراض يعني. من ساعتها اطلقنا عليه اسم فهيم سرنجي. بس تعرف يا فهيم يا ابني، انا مفتخر بيك جدا جدا جدا. انت كده قوي، سبتي اطيان ابوك العمده وسبتي كل اللي انت فيه ورحت داخل على الطب، مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. أيوة أنا طبعاً عمري ما نسيت حلمي أني أكون دكتور عشان أفيد الناس وأخفف عنيهم، وده طبعاً بالرغم أن أبويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس وأطيان كثير. أيوة فات لك ياما، الحاج عباس فات لي الله يرحمه ياما، فات لك أطيان وحاجات ولا إيه يا عمدي؟ أيوة مالية منورين ونوركم غطى على الكهرباء. أيوة بنسبة الكهرباء، مش وانا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان؟ يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، ايه الصورة العظيمة دي؟ ايه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش، إلا مين دي يا فهيم يا ابني؟ ده سرت أبويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة، فاكر إيه؟ إيه خرطوم الذكريات اللي أنت فاتحه ده؟ قصر يا فهيم قصر قصر وما توجعش دماغاتنا سايبك أمال. ألو يا حاج عوض، جاي النهارده ولا ما جايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه هتركب وتاجي زين؟ خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خد يا بنت خد يا بنت، تعال رايح فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. واه ده خمس دور شاي يطفحوه. هو في ايه؟ ناس دي قاعده متلحمين لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين. منورين منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني. طب نستأذن احنا بقى يا جماعه، يلا بينا يا رباب. لسه بدري لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا رباب خدي لك تفاحتين سلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذه ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا، مره ثانيه ان شاء الله. ايوه صح انت صح، تجوا مره ثانيه حتى تجوا اول اليوم فريش كده. طب تقعد وتتفرج معانا على فيلم السهري. لا مؤاخذه لا مؤاخذه نحله. الا قول يا فهيم يا ابني، فيلم السهره ده فيلم ايه؟ فيلم الطريق لإيلات، عجبوه النهارده على القناه السابعه. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ اول هم القنوات الارضيه بتجي عندنا مشوشه كلاتها، ما شغلش غير الهوت برد، ما ينفعش. ثاني هم الطريق لإيلات تلاقيه شافه 100 مره قبل كده. بس انا بصراحه يا كبير يا ابني، اي فيلم بيفكرني بالحرب او مسلسل ببقى مبسوط جدا جدا جدا، وخصوصا الفيلم الطريق الى إيلات ده. بيفكرني بأيام جميلة جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو انت حضرت تصوير الفيلم؟
احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعها. ايه ميكنج ايه وتصوير ايه؟ انا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعمليه دي. انت تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ ايوه انا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقة برضك نسور في الجو وقسوت في البحر؟ أيوة. يا ريتني كنت معاكو. خلاص عياد مدامك ده يبقى ثلاثة بالله العظيم لانتو قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. أيوة بس يعني ما بستش ولا حاجة يا عمي. واها الشاي كمان جاءها. عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي لا مؤاخذة طريشة. عنك يا خالتي. العباية يا باسط. هات العباية هات العباية. دي العباية لخالتك. دي العباية لخالتك يا روح خالتك. البلا مغزى يا فزاعة والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم فداك 100 عباية زيها. عاوزك في كلمتين يا عمدة. هو اللي كبهم. كلمتين يا عمدة جوا. من جنابك. يا مؤاخذة عرسي. حصل خير يا عمي حصل خير. تفضلي يا عمي. ان شاء الله. تفضلي يا عروسة تفضلي. اشرب يا رباب. ايه يا بنتي تشير كيرك هي لا تعمل ايه يدي يا ابني اعمل لي فيها عمدة يا بقرة يا بقرة يا بقرة يا كبير لهويه لهويه بل بطل لي عبايتي المفضلة شاي شاي هلا مالي الصالح مالي الصالح يا كبير. الولا فهيم هو اللي عكعكني في الوجع المربربة دي. طب ايه قولك عاد انا انفخك انت وفهيم انح عليه ابن جنب يا فهيم. صوت عالي هاي صوت عالي يا فهيم. تعال يا فهيم في حاجة فتزع. ايوه لان بعريس الغفلة امسك فيهم ليه؟ هو بيت ابوك يعني؟ ده العشان برضيك يا كبير. انا زي اخوك الصغير وانا لما ابويا مات من 25 لا سنة. لا لا شوف فكك من جو المسرح التدريبي ده. فكك مني ادائك مبالغ فيه مبالغ فيه على الاخر. اخوي اخوي قمت تشتغلني اشتغلني تعملهم علي. اسمع يا انت وهو ما حدش حيتفرج على افلام هنا فاهمين؟ فاهمين صوت عالي كبيرك فاهمين؟ فاهمين نفس النفس مع بعض فاهمين؟ فاهمين يلا يا فهيم يلا يا فهيم عدي يا فهيم عدي يا فهيم عدي يا فهيم ايه وتفضل افتحوا لك افتحوا شفت كيف طار كيف القرد عاوز اجرب زيه جرب زيه ايه رايك اني احديك منابه ومنابك يا كبير لا يا كبير لا يا كبير كويس انتوا جيتوا تعالوا الفيلم هيبتدي اهو الطريق الى ايلان تعرف كلامك مظبوط الارضيه كانت مشوشره حبتين بس احنا الحمد لله مشينا بصوتك ولقيناها على الهود برد لقيتوا الطريق الى ايلان على الهود برد ايوه الفجر يلقى العظمة في الكرشة فزاع ايه قصدي فخامة العمدة فزاع ايه انا طالع كوع خمس دقايق فوق ارجع الاقي خذ راحتك يا كبير انا اذنك يرع فين انت الله تسمو كلام بقى بعد ما تحلف عليا وتقعدني عشان اتفرج على الفيلم تقوم تسيبني وتطلع انا ايوه الله انت مش كان نفسك تبقى معانا في الحقيقة مش في سلسلة فضيلة ما خليك قاعد معانا وتتسلى لا انا طالع بس اقعد اقعد خد تعال بس اقعد والله انت قاعد اقعد باللي ليقك بالحته دي. انت بيت اخوك. اكتر من اخوات. منور يا عريس. منور يا رباب. يحصل في الفيلم ده ولا ربع اللي حصل معانا في الحقيقة
احنا شفنا حاجات كتيرة قوي 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 من اللي حصلت. التوتر كان صعب شوية، عالي قوي قوي قوي، دو 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 دو. الخوف كان أعلى وأعلى وأعلى، تومتك تومتك. العرق كان غرق وشي أكتر من كده. عرق أكتر من كده، عرق أكتر من كده، كان زمان غرقت اللغم وإيلات كلاتها. اللحظة دي من أصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي. كان ممكن العملية كلها تبوظ لو الفتيل مركبش. وركب عاد. طب أنت شايفة إيه؟ ركب ولا مركبش؟ ركب طبعاً، ما تقولها يا كبير. ركب ركب. ما كانش هيركب، ما كانش هيركب لولا إن أنا ضحيت بنفسي ووضعت نفسي في المهالك، وكل ده في سبيل مصر وفي سبيل الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. كل ده توصلت بفكرة عبقرية إلى حل البراية. قول يا رب. خلاص يا حد، والله عارف الحدوته. حتى بالأمارة لبست زعنوفة ونزلت بدل الضابط اللي كان جاي لك أحد ولا مش عارف ده ليه. اه صح، كلامك مظبوط. بس هي أنا نفسي أقول لك على سر. تعرف يا واد يا كبير، أنا في قلبي حاجة كده عاوز أفضفض فيها. أنت تعرف إن الألغام التلاتة دي ما كانوش تلاتة؟ كانوا كام؟ أربعة. لا يا شيخ، وليه طلعوهم تلاتة؟ شغل سيما بقى، ما أنت عارف، وفروا في لغم. لكن اللغم الرابع ده كان موجود في عربية كبيرة ميكروباص، محطوط في الآخر. بوم، لغم فرع. كل اللي في الأوتوبيس ماتوا، كلنا متنا. مت إيه يا عم الشبح؟ ما أنت قاعد قدامي. ها، كلنا متنا ما عدا أنا. أنا لواء، ما كانش ممكن أموت موتة عادية كده أبدا أبدا. اللي في الأوتوبيس كلهم ماتوا. بوم، أنا كنت راكب عربية جيب جنب الأوتوبيس الكبير، لكن شظايا مطرت من الأوتوبيس بتاع اللغم زي الرز. في شظية بينهم استقصدتني بقى، قعدت تلف 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 وجت لصاحبها، نشأت في ظهري. من ساعتها مش عارف أطقطق ظهري. قوم قوم افتح الباب، قوم افتح الباب، مالك سيري شحنة. أقول لك ما طقطق وما طقطقش. اهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير موجود؟ أيوه موجود. نقول له مين؟ قولي له الحاج عوض بتاع طرمبات الميه. ايوه بالظبط كده. اتفضل اتفضل يا حاج عوض، الكبير مستنيك. طب يا ستي متشكرين قوي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا كبير؟ نورت. الله ينور عليك. انت عندك ضيوف بقى، مش هتكلم معاك. الله، عم نظيم. ازيك يا عم نظيم، ده انت وحشنا قوي يا راجل. انت تعرف عم نظيم يا كبير؟ والله يعرفه من شويه يعني، بس يعني ان شاء الله تبقى معرفه خير. انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه يا ده؟ عشره عمر. ده بقى اول شويش اتعامل معاه في مزارع الجيش. اول ايه؟ اول شويش. شويش ان شاء الله. شويش وفتيله وإيلات وميلات وشظايا عم تدخل في كل حته يا نصاب. الله، جرى ايه يا عمده؟ احنا جايين نتهزع عندكم هنا في داركم ولا ايه؟ يا معي صحيح طبعا يا نظيم. بس يا حلوف، بس يا حلوف، ده هنا صاب بردك زمر. البيع شغال عندي غفير. ايه واللي جنبك ده سرنجه تمرجي، وخد دي، ده السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي في مصر كلها. عم يجمع مخلفات المستشفيات ويبيعها. الشغل مش عيب يا كبير بيه. يلا يا شمام الكل. هو في ايه يا عمده؟ انا مش واخد بالي. رسيك على كل حاجة فزاع. من الجلاب خدنا سايبك وعلى الأوفيس. هلا مالي صالح وماتوا على الأوفيس. من الجلاب تعال فهيه. تفضل يا نظيم بيه. يلا يا رباب، يلا يا عروسة. والله شكلك تطلع انت مدلين طبر انت كمان. هو الراجل ده ضحك عليك في أي حاجة؟ اقعد انت اشرب شايك وهجي لك خمس دقايق، قول ساعة، ساعة بالكثير. هدية اعملي له شاي. هو في ايه يا مدام؟ ما فيش حاجة، خير إن شاء الله. أنت متأكدة إن في خير؟ ما تاخدش في بالك، ده عادي. هو أنت أول مرة تاجي هنا؟ آه. أوه.
الو ايوه يا حامد. حامد انت ما بتردش عليا، بتتهرب مني؟ النمره غلط يا اخ، انت النمره غلط. لا بقول لك ايه، ما تبصش عليا، مش عليا انا الحركات دي. فين الفلوس اللي عليك يا حامد؟ انت بتفهم منين يا عم؟ انت بقول لك النمره غلط، النمره غلط، ما بتفهمش عربي؟ نمبر رونج. يا ساتر. انت بتنفذ السكه في وشي يا حامد؟ برضك هيقول لي حامد، مفيش حد حدانا خالص اسمه حامد. الرقم غلط. لا بقول لك ايه، هو انا كل ما اكلمك هتقول لي الرقم غلط؟ حامد بلاش الشغل ده معايا، يجيب الفلوس اللي عليك يا حامد معاك السليمه. اقول لك على حاجه زينه، اعمل معايا سليمه معالم رمم. نمرة تانية. الو مساء الخير. مساء النور. انا حامد، حد سأل عليا؟ لا ده انت بتهزر بتهزر، انت مين يا كوميدي؟ ايه كبير انت طلعت خفيف قوي، انا مهزر معاك يا عم. انجز مين؟ انا راكب الحوت. حوت كير؟ الحوت اللي وقع منك. هو ابوك ما حركش عليا؟ ايوه 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 ايوه. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة، بس يعني كنت نايم والوقت متأخر وكل الناس نايمين دلوقت. الوقت متأخر يا عم؟ ده الساعة لسه ما جاتش 3 الفجر. يعني لسه اليوم ما ابتداش. أمرني يا عم الحاج، في حاجة ممكن أساعدك فيها؟ كنت عايز أشوفك يا أخي، وحشني. ده أنا ما شفتكش من ساعة ما كنت عيل صغير، أنت عارف إن أنا كنت بغير لك كفولة بنفسي وأنت كنت عامل. مالهاش عايزة التفاصيل دي، مالهاش عايزة، أمرني. عايزك تجي المكتب عشان نتكلم شوية في موضوع شغل. تمام، متى؟ بكرة. تمام؟ تمام. خلاص هستناك بكرة عندي. سلام عليكم. عليكم السلام. ده انت باينك راجل تقيل. حامد حامد يا كبير يا كبير. في ايه يا ولي؟ هو في حد كان بيتصل؟ ايوه في حد كان بيتصل. تخمدي النهارده ما بينلوش نوم، اروح اتفرج على سبيس تون. الكبير وصل يا رجب بيه. خليه يتفضل. اوكي تفضل حضرتك. يا ساتر، مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش. ما ماتش كوره. القلب دي على فكره، يعني ابويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين ابوك ما يتحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. اهلا اهلا اهلا. يا ابني اللي عملته ده؟ والله مالي ما عملتش حاجه. يبقى محمد غريب بينا بقى هنا. انت اللي بتعملك ده. معلش يا ابني صبطني ماشي عليا شويه. ربنا يديك الصحه، هي تبقى غازات. انت صدقتني يا كبير، دي لعبه. انا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده واحب العب بيها مع الناس، احب اعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني بتروش. نفس الكلام نفس الوزن ولا ده منها تبقى ليله سودة. امرني يا حاج، عاوز ايه؟ على رأيك نقول بقيمته على الشغل، لأن أنا موضب لك سهرة تجنن. لا لا اعذرني، أنا من جو السهرات دي لازم أعاود البلد النهاردة. يا ابني أنت مالك؟ أنا طالع جد لمين؟ ده أبوك كان هلس وآخر مسخرة. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمة. أمرني يا حج. الغرض أنا وأبوك الله يرحمه عملنا شركة مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود إن أنا أبعت له الأرباح بتاعته كل سنة، ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني
ما بقيش كيفك ناس في الدنيا خلاص. دلوقتي اللي يطول ياكل اخوه ياكله يعني. انا تحت امرك اللي تامر بيه. هيب يا كبير ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حبيبي. يا حد يا حد ما تفك كده كبير، مالك متجبس سخسخ كده؟ كهربني تقول لي سخسخ. قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقيه. احنا عشت عمره كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه رجب بيه. مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها. لما مؤاخذه كبير، انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف، انا قلت يعني اجاري الجو يعني. جاري كبير جاري. خد العب بدون غطا ما اجي لك. تبعيني راجل خلي. يا وجع مربربه. تبين مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجة. لا ما فهمش. ده أكبر مقلب عملته في أبوك. في يوم من الأيام من 25 سنة. 25 سنة كيف؟ من 15 سنة. لا بردك مش منطقية. في يوم من الأيام وخلاص لقيت أبوك داخل عليا من باب المكتب. اتفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع الشال صغير بسكينه معجون. من عناية يا باشا حبيب قلبي. بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه، هو انت برضو ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم، ده احنا ياما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير. رجب صديق السوق. رسول خضارة. ما تبطل جلس عادي يا رجب، بطل جلس. ايه عم غطسان فين اللي من دول؟ مشاغل مشاغل كتيرة. مشاغل كتيرة. طب ايه رأيك ان انت حظك في رجليك؟ مش معنى لان النهاردة معزوم على حفل عيد ميلاد بتاع واحدة صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصورية. ايه رايك؟ جاي معايا الطلعة دي؟ والله كان بودي، بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجر ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحة وجو ده ما بقاش فيها صحة. انا بنجز على طول. ما انا عارف ان انت بتنجز على طول، عشان كده هي عاملاها اتضيق. اتضيق كيف؟ يعني انا وهي وانت وبنت خالتها. ما تقول كده، اذا كان كده يبقى ليتس دوت يا صديق السوق. سوق الطلات. بطل جلس عادي يا اخي، بطل جلس. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين، هم مش نازلين؟ لا طالعين. احب على يدك كفايه جلس. قرية كبير، الليل لسه في اولها. وبعدين يعني هم بيظبطوا الميك اب، انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن قوم. مين دي؟ دي صاحبتي. عيش عيش. بشرة خير جاية. ومين التريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عدايق يا رجب؟ ده اللي عدايق؟ اهلا اهلا اهلا. اهلا اهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا يا رورو، عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟
ايه ده انت خصيتي خالص. اه منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي 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 عشرة عمر. مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي إلا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني أعرفك بشهوير. هاي. أهلا وسهلا. وما هي طاز. ما هي إيه؟ قلت لك ما هي إيه. كل سنة طيبة يا حبيبتي. وإنت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيتي بخيتي. منورة يا ما هي طاز. ميرسي. قوم يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي يدك حولي. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحكه دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميله ورقيقه وزي الفل. انت تستهبل. انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب. انت متضايق منها تخينه حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا تتجوزها؟ نقص تقدم خرط. دي عامله زي شغل الموبيليا دمياط بتاع زمان. خشب عريض تنجيد قط بس فين ما تغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده. انا عايز امشي دلوق حالا. مش فاهم قول بشويش. عاوز امشي دلوق حالا. اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول والعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي. بس اسمع شرط واحد ما تفرقليش لحظه. وانا ثانيه واحده بس. يلا بينا بقى احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما اخذ بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. شهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديكي هدية عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهدية. هعلمها الساعة خمس دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ طايق قلش طايق قلش. الله تعيد اللي جابولي. خد هنا خد هنا. تعالى قول لي انت مين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيدة بحبوا الجنوب كلهم. قولي منين يا سعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام مستغرباه قوي. يعني إيه مهيطاز؟ لا ده اسم تركي معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي اصلا انا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكرت يا اخواتي شربات شربات حقيقي بجد. تيزه جت من تركيا. تيزه ايه؟ تيزه جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه. كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخي بس ما اقولكش بقى كنت على طول بين الميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت. ما اقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرماي الاسكندريه. رجب حوش صاحبك عني. تتبلي علي يا ولية. رجب صاحبك جنني. لك بقى شلة الشباب دي في العربية عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بدهاش. رحت ضربة ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعة المفتاح بتاع العجل الصليبة ده. عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحة باب العربية ونازلة بقى. قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى. ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيال ضربة برشام ولا سكرانين ولا حاجة. بضرب بعيني كده هو يا حبيبي بس لقيت لك عربية الأتاري معدية. قعدت أنادي عليهم أقول لهم يا أتاري يا أتاري يا أتاري. أتاريهم منفضين لي بس أنا سديت. يا وليه حرام عليك كلت نفوخ يا وليه كلت نفوخ. بجد انت تاكل في نافوخك يعني انت تاثر فيك من اي حاجه اقولها لك تجيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم. انت اللي هادي قوي. زي يدك يا بنت. الله الاغنيه دي حلوه قوي. ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك قوم نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك. عاوز سلب. قومني معاك.
انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيت الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني، والله هلفش عليك. القمر ده انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هياكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط، امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية، هدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقص. خلاص خلاص، انا هقوم فعلا لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده، انت جبت عربية جديدة؟ امال ايه، وستة سلندر والماني، دي عليها حتة صالون، صالون برغوة. رغوة متوحشة. شربات جالس، دمك شربات، دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال ويمين وورا، ايه بتاعت ورا دي؟ وايه الزحلقة دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك فيه؟ اصلا انا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا، وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص، مش لازم تفاصيل يعني، بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل، اتجوزته اسمه سعيد سينجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا ولي؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه، مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ يا اخويا صبح البشبيشي، ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك حلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيكي حلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيتوز. ويعني لما يبقى اخو مهيتوز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه؟ ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سيدي ده؟ مين ده؟ اخويا. اخوكي يا سفله يا حيوانه. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. يا فجره. وانت بتعرف؟ اسكت عنديك، انت متعرفش انا مين؟ تحكم مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ اتجوزها لمده اسبوع وبعدين طلعها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جوازة عملها في حياته. طب ده مره ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياه والدك يا اخي خلاص. صوره ابوي ما نكسرش شويه. ايه تشويه يعني بالصعيدي؟ لا ما مزجر اللي بتعمل ده. تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص، ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب، تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده، اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره يا حبيبي. لا انا يعني قهوه مش هينفع، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قال لك تعملها دي. Mm-hmm.